أبرز الحقائق العلمية المتعلقة في الاعتدال الربيعي سأستعرضها معكم في هذا الفيديو. بداية، ويصادف هذا الاعتدال الربيعي من هذا العام يوم 20 آذار مارس بمشيئة الله، ويكون ذلك في تمام الساعة 6:32 مساء بتوقيت مكة المكرمة. فيما يبدأ فصل الربيع في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وفصل الخريف من النصف الجنوبي. وأيضا في هذا اليوم يتساوى الليل والنهار في جميع المناطق من الكرة الأرضية. يبدأ في منطقة القطب الشمالي نهار طويل، ويبدأ في منطقة القطب الجنوبي ليل طويل يستمران إلى ما يقارب 6 أشهر كاملة. تشرق الشمس من الشرق تماما وتغرب من الغرب تماما في هذا اليوم. وفي فصل الربيع يصبح النهار أطول والليل أقصر في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، فما يستمر فصل الربيع إلى 93 يوما إلى موعد الانقلاب الصيفي في 21 حزيران يونيو المقبل بمشيئة الله. يبلغ معدل درجة الحرارة العظمى في فصل الربيع المسجلة بالعاصمة عمان إلى ما يقارب 25.7 درجات مئوية، ويبلغ معدل درجة الحرارة الصغرى في فصل الربيع بالعاصمة عمان إلى ما يقارب 12.3 درجات مئوية. بلغت أعلى درجة حرارة مسجلة في العاصمة عمان في فصل الربيع إلى ما يقارب 41.7 درجات مئوية، وكان ذلك بتاريخ 20/6 من عام 1942. بلغت أقل درجة حرارة صغرى مسجلة في العاصمة عمان إلى ما يقارب 2.8 درجات تحت الصفر، وكان ذلك بتاريخ 22/3 من عام 1922. بلغت أعلى درجة حرارة عظمى مسجلة في الأردن بفصل الربيع إلى ما يقارب 50 درجة مئوية في محطة مزرعة الجامعة، وكان ذلك بتاريخ 6/9 من عام 2002. بلغت أقل درجة حرارة صغرى مسجلة في الأردن بفصل الربيع إلى 8 درجات تحت الصفر، وكان ذلك في محطة الشوبك بتاريخ 23/3 من عام 1966. كما بلغ أعلى مجموع مطر يومي في العاصمة عمان خلال فصل الربيع إلى 60.9 مليمتر، وكان ذلك بالموسم المطري من 26/3 عام 1967. كما بلغ أعلى مجموع مطري تراكمي في العاصمة عمان خلال فصل الربيع إلى ما يقارب 160.3 مليمتر، وكان ذلك في الموسم 1970-1971. بلغ أعلى مجموع مطر يومي في الأردن خلال فصل الربيع إلى ما يقارب 100 مليمتر، وكان ذلك في محطة الشوبك بتاريخ 22 آذار مارس من عام 1991. بلغ أعلى مجموع مطر تراكمي في الأردن خلال فصل الربيع إلى ما يقارب 285.7 مليمتر في محطة الجامعة الأردنية من الموسم المطري أيضا عام 1970-1971. تشكل الأمطار التي تهطل عادة من بداية فصل الربيع وحتى منتصف شهر أيار مايو إلى ما يقارب 11% من معدل أمطار الموسم المطري في الأردن. إذن كانت هذه أبرز المعلومات المتعلقة في الاعتدال الربيعي، إلى أن نلتقي بفيديو قادم نتحدث به عن أبرز الحقائق العلمية المتعلقة في الانقلاب الصيفي بمشيئة الله. دمتم بأمان الله.